شي حزب دابا شي حزب سياسي من هاد الاحزاب اللي كاينه في البرلمان دابا فتح شي نقاش حول شي قضايا من القضايا القضايا حارقه ديال المجتمع ياك شحال هادي وحنا كنهضروا على الانتقاد الديمقراطي ها الانتقاد الديمقراطي كاين ولا ما كاينش فين وصلنا فيه انتقلنا ولا مازال ما انتقلناش حقوق الانسان الحريه العامه راه المنظمه الدوليه كتنتقدنا تيجوا بها المندوب الميزاني القوى السياسيه اللي ممكن تاثر المجتمع وتفتح هذا النقاش العمومي والو حتى هذيك المشكله حتى هذيك المدونه ديال القيام والسلوك تسناو الملك اتصف لهم عاد ما بغيتش نتشارك دابا هكذا هكذا ياك ما هاد المدونه غتشدنا ياك ما غادي تطوقنا ياك ما غادي عطي قلبو تا هاد المدونه اللي قال لهم نيت الملك بجنة عطي قلبو كيفاش يبرقوها من المحتوى ديالها ما يكونش عندها شي طابع انساني تكون غير هضره دايزه وصافي كلام الشعر الانشاء وصافي مع العلم ان هاد المدونه خصها تكون عند الاحزاب خصها تكون عند الاحزاب كل الاحزاب شكون هو العضو اللي خصو يخاف معنا اشنا هي المعايير اللي خصو توفر فيه اشنا هي الحقوق اللي عنده اشنا هي الواجبات اللي عليه اشنا هي العقوبات اللي غيتعرض لها في حالات ما كذا كذا المرشح عندنا الى ترشح الجامعه اشنا هو كناش التحمل اللي تكون عنده اشنا هو التصريح بالشرف اللي تكون عنده ولا تفتح عليه اختلال من الاختلالات في الجامعه او لا في البلديه او في الجهه او في الاقليم او في البرلمان اشنا هو خصو يدير مع الحزب اذا هادشي كله ما كاينش اذا النقاش العمومي زدوه النقاش السياسي زدوه المجتمع في فراغ ما من خلف الاحزاب ما من خلف الجمعيات ما من خلف النقابات ورجع الله كاين وديك دابا شي حراك هاد الحراك دابا ديال التعليم انتم شفتوه كيفاش تعاطوا معاه وكيفاش حتى واحد ما قد يقنعهم ولا قد واحد يدير الوساطه ولا حتى شي حاجه منهم مباشره المؤسسات ديال الدوله ها دابا اليوم الطلبه ديال كليه الطب والصيدله انتم شفتوا الله يدي وصافي ما وصلكم بها اخويا اللي بغى يغوت يغوت حنا راه شغلنا قادين وراه غادي نديرو عجبو ما عجبو ماشي مشكل ما تيهمناش انه يعجبكم الحال لا ما عجبش تيهمنا ان شغلنا حنا غادي نديرو اذا راه هادشي راه ما خصوش يزيد راه لا يعقل راه لا يعقل واحد انسان عادي حرفي عادي بسيط جدا في المجتمع دخل الانتخابات ولا يمتلك اموال وثروات وعقارات اشنو الرساله اللي كتعطي للناس كتقول للناس الا بغيتي تنجح حتى انت بحياتك تبقى حالك علاش حيت هذا ما توقع حتى واحد هذا راه جمع ثروه وضرب ممتلكات وذا كذا ولا كذا ولا تيحكم الحزب ولا تيحكم البلديه ولا تيعطي الاوامر للعامل ولا المقاومين كلهم تحت يديه صافي دير بحاله واش نجح حتى انت وهنا يعم الفساد ويشاع الفساد والافلات من العقاب والاموال منهوبه بدون ما تسترجع اذا اليوم بين نديروا واحد دق ناقوس الخطا لنقول بان الفساد والرشوه ونهب المال العام والريع تغول في المجتمع والدوله لا بد من يقظه مؤسساتيه ومجتمعيه من فاعلين سياسيين نقابات جمعيات اعلام مدرسه الفساد يشبه من حيث الخطورة الإرهاب كي تجند الدولة الإرهاب خصها تجند الفساد تجند الفساد باش تحارب الفساد تحارب الرشوة وتصدى لها لصوص المال العام شتي هاد لصوص المال العام شتي السمرة الحملة ما بقيتش حتى شتي هادو كلهم ما بقيتش شتي هاد الحملة كلهم تيقول لك ما بقاتش ثقة باش هي خص الثقة خصهم يشفروا ويديو ما يهضروا معاهم تحت إذا هاد الناس تغولوا وتجاوزوا الحدود وخاص الردع راه الردع ضروري خصو ولا جانب الردع خاص التشريعات ديالنا تبدل القوانين ديالنا تبدل المؤسسات ديالنا تكون حازمه وتكون يقظه للتصدي للفساد